18 في حراسة المرمى، في جهة اليمين حسن مجدي 15، جهة اليسرى محمد ناصف رقم 21، قلبي دفاع خالد سطوحي 6، ورقم 5 جوار وعلي الفيل ثنائي الارتكاز. تتات كرة عالية، محاولة اللمسة من علي الفيل، تهيأت إلى مهند، يلعب محمد ناصف داخل منطقة الجزاء، وللمرة الثانية على رجله اليمين ينقلها في القدم اليسرى، كرة في الناحية اليسرى، عرضية حلوة جميلة، مش ممكن يا حسن يا شامي، حسن الشامي حبست الأنفاس لمدة 25 دقيقة، كان حيفك الشفرة الدفاعية لطلاع الجيش، وبضربة راسية لويس إدوارد نستروزا، ممتازة العرضية، أصرت صاحب الشعر الأصفر مع الأسود لونه كلون القميص، عرضية ضربة راس من محمد حمدي زكي مش ممكن يرتقي لها، والمكان أصبح أمامه مهيأ للتصويب، جول روعة يا محمد يا سمير، من بعيد سدد التالتة تبتة يا سمير، التالتة تبتة جميلة، سكنت شباك الحارس محمد بسام، يشاهدها بسام كما أشاهدها أنا الآن وكما يشاهدها كل الحضور، ازهري يا زهور بسيوني، ولكن هذه الصورة تحتاج إلى أكثر من تعليق وأكثر ركوب. كرة لصالح طلع الجيش، التقدم من مهند، مهند تحرك سدد، أوبا كرة ارتدت من الحارس محمود أبو السعود، حقيقي مهند لاشين إلى محمد ناصف في الجهة اليسرى، الكرة العرضية ممكن التعادل، عدت إلى أحمد سمير، استلموا لها بالعرضية، يكملها محمد سمير، ركلة حرة غير مباشرة لصالح طلع الجيش، سطوحي على تنفيذ لعبها ومعها، وفي هذه الأثناء يطلق حكم اللقاء إبراهيم نور الدين صفارة الختام والنهاية ما بين الفريقين، تبدأ أحداث وتفاصيل الشوط الثاني الآن بصفارة الحكم إبراهيم نور الدين، يعاون في لقاء اليوم هاني خيري مساعد أول، لكن نشاهد كرة اللاعب لويس إدوارد نيستروزا، تقدم من ناحية اليمين يلعب العرضية، ترقب وانتظار من عمر بسام، ودخول من حسن الشامي بالقدم اليسرى، حسن الشامي وعبد الله ياسين، كرة اتلعبت واصطدمت بالدفاع ورجعت مرة ثانية إلى فاروق نور الدين، استلم ويلعب العرضية، جول، ولكن يلغى الهدف، يلغى الهدف بداعي التسلل تكتمل، ففاروق نور الدين كان في وضعية تسلل، ركلة حرة غير مباشرة، لحظة لمس الكرة بالرأس في كرة مشتركة، انتهت بالتعادل 1-1، أحمد سمير سجل لفريق طلع الجيش، والتعادل كان للمقاولون عن طريق لاعب أحمد داوودة، كرة تتلعب من محمد حمدي زكي من فاول، كرة اتلعبت له داخل منطقة الجزاء، لعبها وبالعرض جه اليسرى، استلم زولا، لو عدى من فروة يسطع الخطورة، ربما يقترب من التعادل، تسديدة أرضية على يمين في ال 18 متر تقريبا، مرت بجوار القائمة الأيمن في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، كرة من أولى إلى الكولومبي إنستروزا، الشيمي يتقدم في العمق، استلم لعب الكرة في اليمين، منقولة الثاني إلى الشيمي، والشيمي معاه محمد سالم، الله مش ممكن، طريقة كانت أكثر من ممتازة ورائعة وجميلة إلى محمد سالم، وبكعب القدم كرة بتصطدم بالقائم، وكان المقاولون في المقابل 39 هدف لفريق طلع الجيش، والكرة أصبحت بنصيب محمد حمدي زكي، عرضية إلى أقصى اليمين داخل منطقة الجزاء، تمر من محمد ناصف، تصل عند لويس إدوارد، يلعبها لأحمد مجدي، يحضر لعبد الله ياسين، يسدد، كرة تصطدم وطلعت إلى خارج الملعب، التي انتهت عليه مباراة مصر المقصة مع سيراميكا كليوباترا اللي أقيمت في الثالثة عصر اليوم، كرة عرضية إلى كريم الطيب، قولون فريق اللي بيسعى للحفاظ على تقدمه والاعتماد على المرتدات، باسم يلعبها إلى محمد سالم، محمد سالم تقدم ويلعبها لحظة خروج وتقدم الحارس محمد بسام، لكن ما راحتش المستديرة، كرة من زولا إلى ناصف، عرضية جونال توي، ضربة الراس عدت على المتفوق على
حسن الشامي ارتقى للكرة ولعبها بضربة رأس بتنتهي عند ركلة مرمى لصالح فريق المقاولون. لا زال الهدوء يسيطر على أحداث المباراة. ثلاث مرات كانت انتهت النتيجة بهدف دون مقابل بفوز طلعة الجيش على فريق المقاولون. من ميدو جابر الكرة تصل في اليمين رغم سقوط اثنين من اللاعبين. ميدو راوغ ويدخل لمنطقة الجزاء ويطلع ويشيل من أمامه محمد. ثلاث تبديلات بدخول كريم الطيب وجون أنتوي على حساب كل من أحمد سمير ومحمد جابر، ثم أشرك عبد الرحمن شيكا وكان دخوله مكان عمرو السيسي. بدت اللقطة التي تابعناها منذ لحظات من تدخل عبد الرحمن شيكا مع اللاعب حسن الشامي بعد أن استمع إلى تقنية الفيديو وإلى حكمي الفار والبطاقة حمراء. بطاقة حمراء لحسن الشامي. فيلو أسامة رمضاني والكرة العرضية من أسامة وارتداد أبيض سداسي. التمريرة كانت إلى رامز مدحت ياخد أحمد الشيمي إلها محمد سالم. سالم إلى الشيمي أوبا ضاعت فرصة الهدف الثاني. هدف الشيمي لعبها لمحمد سالم ومحمد سالم إلى الشيمي اللي كان يحتاج إلى إنه محمد سالم عدى مر بمهارة. المشهد اللي بيتكرر للمرة الثالثة العرضية إلى لويس إدوارد والرأسية لكن مفيش متابعة. شيكا إلى رامز، رامز يدخل وعودة الشيمي أوبا ركلة جزاء ركلة جزاء بنالتي. كرة اللي فيها الشيمي يدخل ويتدخل محمد سمير وكريم الطيب اشتخل تدخل واشترك واجتهد وتعرض لسقوط. لكن دعونا نتابع اللقطة أكثر من مرة ومن أكثر من زاوية حتى نتأكد من قرار حكم اللقاء. هل في تلامس من أحمد الشيمي مع كريم الطيب؟ هنا مهند لاشين ولا علي الفيل؟ علي الفيل يتقدم. علي الفيل علي الفيل علي الفيل ينجح في التسجيل يسجل يدرك التعادل. أبو سعود اللي راح وحاول أن يتصدى لكن سرعتها شدتها قوتها تعانق الشباك ويعلن عن التعادل لتصبح النتيجة 1-1. في حال انتهاء المباراة بهذه النتيجة يكون التعادل السادس ما بين الفريقين بهذه النتيجة وسيكون إجمالي التعادل يصنع الفارق. أكتر من كده ناصف وكرة عالية ترجع للصباحي. ما زالت مستمرة المحاولة. ناصف إلى الصباحي داخل منطقة الجزاء كرة بتنتهي بخطأ. الصباحي يراوغ يلعبها لناصف. ناصف العرضية انتفاضة لطلع الجيش وكرة عرضية بتصطدم وتطلع إلى خيمي. كرة تحولت إلى ركنية في اليمين يعيدها لصالح زولا. فريق طلع الجيش بيطمع في تحقيق الفوز الأول. فريق المقاولون يتراجع من أجل الدفاع عن التعادل. تعادل قد يكون بطاقة